ازيكم يا مواليد برج الاسد، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الاسد ليوم الثلاث 24 مايو ايار 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 23 يوليو ل 2 اغسطس. عندك مبادرات كتيرة النهاردة لانك بتتمتع بروح الفريق اللي بتتمتع بيها، تبقى حتى واضحة ليك النهاردة لانك بتضع احتياجاتك بشكل اولي وبشكل واضح في اليوم ده. ده طبعا بيلاحظوا كل زملائك لو استمريت بالفترة دي بنفس الموضوع. هيعتبروك النهاردة القوة الدافعة ليهم. بنصحك انك تعتني بأسرتك اكتر في الوقت ده، لان الوقت ده مناسب علشان تحل كل الخلافات اللي كانت ما بينكم، وهتسهل عليك انك تبتدي في ده بشكل كبير، وهيكون الاتصال بأسرتك النهاردة مفيد جدا حتى لصحتك. والوصفات المنزلية والأمان الأسري هي من الأمور اللي بتبقى بتفيد لما تبقى مريض أو تعبان. توقعات العشرية التانية مواليد 3 أغسطس ل 13 أغسطس. النهاردة انت هتبقى في دايرة الضوء، مهاراتك تنظيمية كبيرة مطلوبة في الشغل. ممكن تجمع كل أفكارك مع كل زملائك، وبالتالي هتتفوق أكتر، وممكن يكون لده تأثيرات كتيرة إيجابية على ثقتك بنفسك. وبرضه هيلاحظ كل أصدقائك النزعة اللي بتبقى متناغمة فيك. انت هتبقى قادر علشان تجمع كل الشخصيات المختلفة دي مع بعض، وانت دايما بتشعر بحالة كويسة وانك مهتم جدا بصحة اشخاص كتير حواليك. لكن ما تنساش انك تشتغل على تغيير عاداتك الحياتية اللي بتعتبر غير صحية. توقعات العشرية التالتة مواليد 14 اغسطس ل 22 اغسطس. النهاردة يومك ده هيكون فيه حيوية كبيرة، ممكن تحفز كل الاشخاص اللي حواليك النهاردة، لكن بنصحك انك ما تهملش احتياجاتك الخاصة. اهدافك النهاردة هتبقى اوضح عن قبل كده، واسلوبك النهاردة هيبقى نشط جدا، معدي جدا لكل الاشخاص اللي حواليك، وبيلاحظوا كل الاشخاص. مفيش سبب بيمنعك من انك تحتفل بافكارك وتستمتع بوقتك، لكن ما تخليش الموضوع ده يتحول لوضع طبيعي. انت هتشعر بصحة كويسة في الوقت الحالي، لكن عندك كتير من الحياة الراغدة اللي ممكن تبقى بتؤذي صحتك.